رجعنا سريعا وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرتنا في السوشيال ميديا، وهنبتديها مع عمرو بركات لاعب النادي الاهلي، واللي نشر صوره على الانستجرام وكتب: البقاء والدوام لله وحده، وانا لله وانا اليه راجعون. عم حنفي طبعا ياقوت الراجل الطيب، رئيس عمال غرفه ملابس النادي الاهلي، ارجو الدعاء لي جميعا، ربي اسالك ان تغفر له وترحمه وتسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين يا رب، واسالك يا رب ان تلهم اهله الصبر. كمان وليد سليمان نشر على الفيسبوك صوره لعم حنفي ياقوت وكتب: البقاء والدوام لله عمي حنفي ياقوت في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفر ليك. كمان سعد سمير كتب على تويتر: الله يرحمك يا عم حنفي ويجعل مثواك الجنة يا راجل يا طيب، إنا لله وإنا إليه راجعون. كمان أحمد فتحي نشر على تويتر وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم نزله، البقاء لله، ربنا يرحمك يا عم حنفي. كمان محمد هاني برضو نشر صورة لعم حنفي على انستجرام وكتب: البقاء لله عم حنفي ربنا يرحمك. شريف إكرامي وكتب على تويتر: عم حنفي ياقوت الراجل الطيب الأمين في ذمة الله، واحد من أعمدة النادي الأهلي المخلصين الذي لا يعرفه الكثيرون، رحمك الله يا عم حنفي وتقبلك بواسع رحمته وأسكنك فسيح جناته ورزق أسرتك الأجر والصبر والثبات. كمان مروان محسن نشر على تويتر: إن الله وإن إليه راجعون، ربنا يرحمك يا حنفي جعل تواجد ويصبر أهلك. كابتن زكريا نجم النادي الأهلي السابق كتب على تويتر: حنفي ما كانش عامل حجرة ملابس، كان أخونا وصاحبنا ومتربي معانا، وكان لعيب كورة جامد وكان بيكسبنا لما نلعب تنس بالكورة، الله يرحمه ويغفر ليه، البقاء لله في وفاة عم حنفي ياقوت، واحد من أبناء النادي الأهلي، ربنا يرحمه يا رب، وأكيد بنعزي أهله وأسرته وكل اللعيبة في وفاته. نروح بقى لمباراة النادي الأهلي امبارح قدام النجوم، المباراة المؤجلة من الأسبوع ال 12 في الدوري المصري الممتاز، واللي خلصت طبعا بفوز النادي الأهلي بهدفين نظيفين. على الانستجرام نشر أحمد الشيخ صورة لي مع مروان محسن من ماتش امبارح وما بيحتفلوا بالهدف الأول في مرمى النجوم بعد ما سجله مروان محسن في الدقيقة 31 بأسست من أحمد الشيخ. كمان الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك نشرت صورة لمروان محسن وكتبت: مروان محسن 4 أهداف في 3 ماتشات، هدف في الاتحاد، هدفين في الجيش، هدف في النجوم، الدور على مين؟ عمر السولية نشر صور من المباراة على تويتر امبارح وعلق وكتب: روح الفريق. نروح للمجيكو، محمد أبو تريكة اللي علق على تعيين مارتين لاسارتي مدير فني للنادي الأهلي على تويتر كتب: كل التوفيق والدعم للمدير الفني الجديد لاسارتي للنادي الأهلي، مزيد من الهدوء والاستقرار والدعم، سنحقق معه كل ما نتمناه أو ما تتمناه الجماهير الأهلوية، المشوار مازال طويل وصعب لنرى الأهلي الذي نحبه ونعرفه، ولكن البداية مبشرة للجميع. كمان الحساب الرسمي للدوري الأسباني على تويتر الليغا هنا المدير الفني للنادي الأهلي مارتين لاسارتي وكتب: كل التوفيق للمدرب المخضرم مارتين لاسارتي مع فريقه الجديد النادي الأهلي المصري. وعالميا النهاردة اليوم العالمي للغة العربية، يوم 18 ديسمبر من كل سنة، واللي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر سنة 1973 بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. تعالوا نشوف معاكم العالم احتفل ازاي باليوم العالمي للغة العربية، وهنبتدي بالحساب الرسمي لنادي اي سي روما بالعربي على تويتر، واللي نشر طبعا صورة زي ما انتم شايفينها قدام كل الحروف الأبجدية كلها وكتب: في اليوم العالمي للغة العربية هكذا يرى مشجع روما الأبجدية العربية، وحرف الصاد طبعا كان من نصيب محمد صلاح، صاد صلاح. نروح للحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ الألماني على تويتر، واللي نشر بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وقال: لغة إذا وقعت على أكبادنا كانت لنا بردا على الأكباد وتظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. كمان حساب نادي برشلونة الأسباني فتفرد في وصف ميسي باللغة العربية الفصحى ونشر فيديو على تويتر وقال: حرف عربي واحد يكفي لوصف موهبة الأسطورة الذي يتوج اليوم للمرة الخامسة بجائزة الحذاء الذهبي،
لمن بحاجة للمساعدة، إنه الحرف 27 من حروف الهجاء في الترتيب الألفابائي والسادس حسب الترتيب الأبجدي. تعالوا نشوف الفيديو معكم.